سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق ينضم إلي عبر الهاتف. سعادة السفير، صباح الخير، أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا بك سعادة السفير. زيارة هامة للولا دا سيلفا بعد 20 عاما إلى مصر وفي بداية جولة إفريقية، برأيك ما هو المغزى، مغزى التوقيت والهدف من هذه الزيارة؟ يعني هو المغزى الاهتمام المتبادل بين مصر والبرازيل، باعتبار ان البرازيل هي اكبر دولة في امريكا اللاتينية، سواء من عدد السكان او المساحة او الناحية الاقتصادية، ولها علاقات يعني مع مصر ممتدة. مصر بدأت عضويتها الفعلية في مجموعة البريكس اعتبارا من اول يناير الشهر الماضي، بالتالي هنا الزيارة مهمة في التنسيق بين البلدين لزيادة التبادل التجاري. حاليا حجم التبادل التجاري المشترك يعني من الجانبين حوالي 2.5 مليار دولار. طبعا في عجز في الجانب المصري، لأن البرازيل بتصدر لنا أشياء كثيرة جدا، يعني لحوم ومنتجات، بعض المنتجات الزراعية والبن، واحنا بنصدر لها برضو بعض الاشياء، ولكن نحتاج الى زيادة الصادرات في اطار الاستفادة من المزايا بين دول مجموعة البريكس. نعم. البرازيل ايضا في مجموعة الميركوسور، هي اكبر دولة، يعني هي والارجنتين والاوروغواي والباراغواي، مصر لها اتفاق معهم، فبالتالي ده ساعد على زيادة الصادرات المصرية الى البرازيل اعتبارا من عام 2017 اللي هو بدأ في يعني تنفيذ هذا الاتفاق. في بالنسبة للجانب اللي هو منع انتشار الأسلحة النووية، لأن أمريكا اللاتينية كلها موقعة اتفاقية لمنع انتشار الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، ومن ثم فهي تؤيد أيضا موقف مصر إن هو منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. أيضا بالنسبة عملية القضايا والأزمات في المنطقة العربية، يعني البرازيل من الدول المؤيدة بقوة لقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الحرب الحالية اللي موجودة في على قطاع غزة وحالة الدمار الشامل وعمليات القتل المتعمد للمدنيين، البرازيل بتقف بشدة ضد هذا وتعتبر ده انتهاك للقانون الدولي، سواء القانون الدولي الإنساني أو حتى قوانين الحرب، وأن ده في إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. نعم. وأيضاً سعادة السفير، يعني الشق الاقتصادي أيضا سيكون حاضرا وبقوة، خاصة أن البرازيل كان لها التجربة الخاصة في المجال الاقتصادي والخروج من عصرة اقتصادية سابقة. برأيك شكل التعاون مع دول البريكس وعضوية مصر في البريكس، وهي اقتصاديات ناشئة وكانت البرازيل إحدى الدول المؤسسة لهذا التجمع بالأساس؟ يعني هو ممكن الاستفادة من تجربة البرازيل في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس لولا دا سيلفا، لأن هو في الحقيقة قفزة كبيرة جداً في الفترة الرئاسية، ان هو رفع مستوى حوالي 20 مليون مواطن من الطبقة الفقيرة، رفعهم الى الطبقة المتوسطة، خصص مبالغ كبيرة للاستثمارات في المشروعات وفي الصناعات اللي بتخدم الطبقة الفقيرة والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، وحقق فعلا طفرة اقتصادية في البرازيل في فترة حكمه الاولى. ايضا بالنسبه لهذه التجربه ممكن ان احنا يعني نستفيد كيفيه التركيز على المشروعات المتوسطه الانتاجيه اللي هي بتؤدي الى ان احنا بندعم اولا العماله، ثانيا الخبره، ثالثا ان احنا بنوفر حاجه للسوق المحلي وايضا فائض لتصديره الى الخارج او الى الدول المجاوره. هذا ما تفعله البرازيل بالنسبه لدول امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى. نعم. الى جانب ايضا ان لها علاقات مع دول الشق اللي هو جنوب خط الاستواء في افريقيا، لانها نسبيا قريبه منهم، بيبقى عبرها بس مجرد البحر. وهي انشات قبل كده في تجمع للدول الناطقه الافريقيه الناطقه باللغه البرتغاليه، يعني كان المفروض ان البرتغال هي اللي تنشئ هذا، ولكن البرازيل هي اللي ساهمت في هذا. احنا اكبر يعني
دولة يعني البرازيل بالنسبة لنا في أمريكا اللاتينية أكبر شريك تجاري. إحنا بناتي بالنسبة لأفريقيا في المرتبة الرابعة. ليه؟ لأن هم علاقتهم قوية جدا مع جنوب أفريقيا ومع بعض الدول الأخرى التي تنتج البترول والغاز وقريبين منها. نعم، مرة أخرى القضايا الإقليمية والدولية وشكل التوافق ما بين مصر والبرازيل في هذا الشق تحديدا، القضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط الكبرى، أيضا قضايا أخرى فيما يخص الدول الإفريقية، عدم الاستقرار في بعض منها وشكل التعاون فيما هو قادم، سواء فيما يصب في المصلحة الاقتصادية أو حتى في التوافق السياسي والدبلوماسي ما بين الدولتين. يعني هو من خلال مجموعة 77 في توافق كبير جدا دايما بين مصر والبرازيل والهند في ضرورة أن الدول المتقدمة لا تضع عقبات غير جمركية أمام الصادرات الدول النامية والصاعدة إليها. وأيضا بالنسبة لتدفق الاستثمارات من الدول الغنية إلى الدول النامية والدول الصاعدة. أيضا بالنسبة لتشجيع المؤسسات المالية الدولية أنها تقدم للدول النامية ما يلزمها لعمل استثمارات وتغلب على بعض الاختلالات الهيكلية سواء في ميزان مدفوعاتها أو في بعض المشروعات الأساسية اللي بتخدم الاقتصاد القومي. بالنسبة للمشكلات في المنطقة طبعا يعني البرازيل بتتجه تماما زي مصر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية من ناحية، وأيضا لأن السلام يؤدي إلى التنمية سواء التنمية البشرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فبالتالي دائما بيشجعوا اللي هي الدبلوماسية الوقائية أو حل المنازعات فضها بالطرق السلمية وعن نعم. طريق التفاوض ووفقا للقوانين والمعايير الدولية. نعم، من المقرر أن يلقي اليوم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا كلمة في جامعة الدول العربية. برأيك ما هي انعكاسات هذه الكلمة عندما يتحدث رئيس البرازيل من هذا التجمع العربي فيما يخص القضية الفلسطينية تحديدا بالطبع؟ يعني هو كان في فكرة كان تم بحثها في المجلس المصري للشؤون الخارجية مع مجموعة السفراء البرازيل، لأن ما في تعاون مشترك بين الدول العربية وبين الدول الأمريكية اللاتينية، وكانت البرازيل هي التي تصدرت أيضا لهذه الفكرة، وبدأ في تعاون بين مصر من ناحية وبين البرازيل والدول العربية من ناحية، وبدأ في عقد اجتماعات مشتركة سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية بين مجموعة دول أمريكا اللاتينية والمجموعة العربية، باعتبار المجموعة العربية مجموعة كبيرة 22 دولة، وبالتالي في مجال كبير للتعاون خاصة مع دول سواء الشق الأفريقي من الدول العربية أو الشق الخليجي منها. فبالتالي هذه الكلمة اللي سيلقيها الرئيس البرازيلي ستكون يعني برضو دعما لهذا المجال، مجال التعاون المشترك ما بين البرازيل على المستوى الثنائي وأيضا على المستوى الجماعي مع مجموعة الدول العربية سواء في الجانب التجاري الجانب الاقتصادي في الجانب البيئة، لأن المحافظة على المناخ البرازيل لها دور كبير جدا لأنها تعتبر بالغابات الواسعة اللي عندها إحدى الرئات العالم الأكسجين والمساهمة في تنقيط الأجواء من التلوث. نعم. ولكن فيها بعض الاتجاهات كان الرئيس السابق بيساعد اللي بيزيلوا الغابات وحولوها لمراعي أو لمزارع، فبالتالي ده الرئيس دا سيلفا ليس مع هذا الاتجاه، فده أيضا بالنسبة لقضية المناخ وقمة المناخ. ففي مجال كبير جدا للتعاون بين البرازيل ومجموعة الدول العربية ككل. نعم، عدالة دول الجنوب وفيما يخص القضايا الخاصة بدول الجنوب، ذكرت التغيرات المناخية، لكن أيضا سعادة السفير هناك زخم سياسي وحراك يجرى على الأراضي المصرية في مباحثات مشتركة على كافة المستويات من أجل القضية الفلسطينية. بالأمس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولقائه بالطبع لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة رفع مستوى الشراكة الاستراتيجي مرة أخرى رفيعة المستوى. اليوم الرئيس البرازيلي ونفس القضايا الإقليمية والتحديات
تطرح على طاولة المباحثات على المستوى الاستراتيجي. برأيك كيف تشكل هذه الجهود أوراق ضغط لإسرائيل لقبول بهدنة إنسانية لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، خاصة في ظل تصعيدات ما زالت مستمرة من الجانب الإسرائيلي وممارسات من قوات الاحتلال؟ يعني بلا شك أن العالم كله متفق في الرأي أن مصر دولة رئيسية في المجموعة العربية، وأن مصر لها دور معين ودور خاص جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية ككل، وبالنسبة للحرب الإسرائيلية على غزة في المرحلة الحالية. وبالتالي هذه الدول عندما يأتي زعماؤها سواء الرؤساء كمثلا أبي الأمس الرئيس التركي واليوم الرئيس البرازيلي بيتفقوا مع مصر في رؤيتها أن ضرورة وقف هذه المجزرة التي تمارسها إسرائيل، رفض التهجير القسري، ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بتقديم المساعدات بأكبر كميات ممكنة وبدون عوائق، أيضا عدم إرغام الفلسطينيين على التنقل من مناطق دمرتها إسرائيل إلى مناطق أخرى ستدمرها، وبالتالي في توافق في الآراء مع هذا، وده طبعا ربما يمثل ضغطا معنويا على إسرائيل، ولكن للأسف الشديد أن الحكومة الإسرائيلية محتاجة إلى ضغط يعني من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ونرجو أن تنجح المحاولة التي تبذل والتي كان لها اجتماعات في القاهرة لوقف ممتد لإطلاق النار وتبادل الأسرى، ويتم خلاله تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي لم ينفذ كليتا حتى الآن، وزادت المساعدات قاصرة ولا تفي ب 10% من احتياجات الفلسطينيين. ده بيؤدي إلى أن بيظهر لإسرائيل أن ليس فقط استنكار ما تقوم به، وإنما أصبحت في نظر العالم دولة استعمارية استيطانية عدوانية بتهدد أمن والاستقرار في المنطقة. يعني ده تحول مهم للغاية لخدمة القضية الفلسطينية وخدمة الدول في المنطقة. نعم. عندما يتفق الرئيس البرازيلي مع مصر في عدم انتشار الأسلحة النووية، نجد أن وزير إسرائيلي بيهدد باستخدام قنبلة نووية ضد قطاع غزة، فهنا يعني مفارقة كبيرة جدا. فبالتالي هذا الضغط ممكن أن يؤدي، لأن مجموعة أمريكا اللاتينية مجموعة مهمة وبتتبع في سياستها دايما لأولويات سياستها الخارجية، وأنا أثناء عملي في دول أمريكا اللاتينية بمبدأ أساسي حق تقرير المصير وحق الشعوب في السيادة والسيطرة على أراضيها ومواقعها الطبيعية، وده بيطبقوه على الشعب الفلسطيني. فهنا فعلا ده دور مهم جدا، التوافق بين دولة كبيرة زي البرازيل ومصر أيضا دولة عربية كبيرة، فده بيؤدي إلى نوع من الضغط على ليس فقط إسرائيل وإنما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق.